من الأشياء الجميلة اللي يعلمونا عليها أهلنا الأولين احترام الهدية وأمانة الهدية. يعني أنت اليوم عندك هدية ريال من ربعك ولا واحد من جماعتك، يحتاج أنك تعطيها، هو ما تراويها العرب كلهم، جايب هدية بتعطيها فلان، دخلت الميلس ولا العرب يلوس ولا دخلت المكتب، وين فلان فلان محل، ها شو عندك؟ والله عندي ماخذ له هدية. شو الهدية؟ راونا بطلت وراويت، كان قوطي كان غيره، كان هدية حق حرمة ولا كان حق ريال؟ بطلت الحرمة ولا الريال بطل وشاف شافوا هذا زخ وهذا زخ، يوم هي عنده كابي لك هدية، ما يوز يعني. هذا يحتاج تجيب هدية، جايب هدية ما يخصكم، هاي تشيس ولا قرطاسة شنطة اللي هو يومي فلان يبطل هو كيفه، يراوي العرب يراوي العرب. أما أنت ما يستوي تبطل وتراوي الناس، أو حتى تطريه وتقول أنا جبت له شيء الفلاني، إن شاء الله نحن كلنا نقبض في سلشلنا ولا يوم ما نغيره، نقبض عليه زين إن شاء الله.